تقدم منافسة قوية شارك فيها أكثر من 6000 مشروع من 27 محافظة مصرية، وتأهل منهم 162 مشروع للمرحلة النهائية. وصل أفضل 18 مشروع للمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من فئات المبادرة علشان يمثلوا مصر في مؤتمر الأطراف لاتفاقيات الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. فكرة المشروع الرئيسية إن إحنا بنحاول إن إحنا نينيبل أو إن إحنا ندعم المزارع المتوسط والصغير في مصر. الفكرة إحنا بنطلع أقل تكلفة للمتر مكعب المية للمزارع المصري من خلال إن إحنا حطينا نظم ضخ حديثة ونظم ري حديثة. كل الكلام ده مرتبط بنظم إدارة ذكية للمرافق. ده بالنسبة لنا بيئياً بيتماس مع أجندة المناخ في فكرة إيقاف التدهور البيئي الخاص بعملية المناخ. بالنسبة لفكرة المشروع هو رابت موبيليتي، طبعاً هي الفكرة نفسها هي الخفة والسرعة في الإنجاز، صفات الأرنب يعني. طبعاً الإدارة المحلية بتعمل دعم كامل للشباب والمشروعات خاصة اللي هي صديقة البيئة. الاسكوترات الكهرباء أو العجل الكهرباء بيكون صديقة للبيئة عن طريق إن ما فيهاش أي استخدام للوقود أو ما فيش أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون. هو المشروع مشروع تطوير زراعة قصب السكر من الطرق التقليدية المتبعة إلى الزراعة بالشتلات المعتمدة الخالية من الأفات والأمراض. وحدة المساحة بتاخد حوالي من 6 ل 7 طن 8 طن للفدان على حسب المزارع، وابتدينا نفكر في زراعة بالشتلات، وهي عبارة عن عمل شتلات لقصب السكر عن طريق تنبيت البراعم ديت في ظروف متحكم فيها. الهدف من المشروع دي لأول مرة هيتم تطبيق استخدام التقاوي المعتمدة اللي هي التقاوي اللي بتستخدم في الزراعة. يعني معنى كده ان احنا عملنا دبلينج في الانتاج او زودنا الانتاج مرتين من نفس وحدة المساحة. التغير المناخي بيأثر في المناطق الساحلية بارتفاع سطح البحر، فده اللي خلانا نحاول نعمل نظام إنذار مبكر لداتا حقيقية بتتاخد كل 24 ساعة. أول مرحلة احنا بنعمل حاجة بيسموها بوي، دي عبارة عن إيه؟ عوامة كبيرة قوي بتتحط في البحر على مسافات معينة معروفة ومدروسة، إضافة إلى يكون في سنسور أو حساس يقدر يعدلي ارتفاع سطح البحر شكله إيه. فالمشروع في صميم وجود الثلاثة الدراسات اللي إحنا بنحاول ندرسها لكلايمت تشينج ونتأقلم معاها، ونحاول نعرف فين أماكن الضعف اللي إحنا لازم نجري عشان نحميها ونعمل إجراءات عشان تبقى مظبوطة. هو اسم المشروع E-Waste Recycling أو إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بطريقة ذكية صديقة للبيئة، بداية من التجميع والفرز وإعادة التدوير بحيث يكون هو مدينة مستدامة لتدوير النفايات الإلكترونية. كانت بداية عملنا هي أعمال استقبال ومعالجة المخلفات البلدية. كان احتكاكنا بالريف المصري أو بريف محافظة الأقصر، اكتشفنا أنه كل مخلفات الريف ذات قيمة اقتصادية عالية. هيتم الفرز عن طريق الفرز الذكي بأحدث التقنيات زي استخدام الروبوتس أو استخدام الفرز الذكي. في محافظة الأقصر تقريباً المخلفات المتولدة سنوياً كان يتم حرقها حرق مكشوف. فأنا لما حاول أشتغل كل الطرق يبقى فيها إلكترونيك أكثر أو ديجيتال أكثر أو بالذكاء الاصطناعي هيقل طبعاً التلوث بشكل كبير. فبالتالي محافظة الأقصر قدرنا نعمل كل المخلفات أصبحت مورد للمصادر. المصادر دي إما وحدات سكنية، منازل، أسر، منشآت، هيئات حكومية أو حيازات زراعية. المشروع فكرته عبارة عن الطرق الخضراء بتعتمد على توفير دراجات هوائية لتنقل الزائرين داخل المحمية وعمل طرق ممهدة مدقات للدراجات. المشروع بيجمع من خلال تكنولوجيا، لأنه بيعتمد على تكنولوجيا انترنت في استخدام الدراجة من خلال الباركود والباسورد الموجود على الدراجة، زائد أن المحطات كلها بالكامل بتعمل بالطاقة الشمسية. المشروع بيواجه التغيرات المناخية من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي الموجود داخل المحمية.
احنا في نايوتك كشركه تكنولوجيا بنقدم الحلول بتاعتنا باستخدام التقنيات الحديثه زي انترنت الاشياء الصناعيه والذكاء الاصطناعي. المشروع بتاعنا اثبت مع العملاء المختلفين اللي احنا اشتغلنا معاهم في اكتر من 5 صناعات مختلفه ان احنا بنقلل في استهلاك الموارد بنسبه تصل ل 15%. رفع كفاءة الإنتاج للمصانع ده بيساعد المصانع إنها تقلل البصمة الكربونية الخاصة بيها، وبالتالي بتقلل الانبعاثات الخاصة بالكربون اللي بتصدر منها، وده بينعكس بشكل مباشر على التأثير اللي المصانع بتسببه في الاحتباس الحراري. المشروع عبارة عن مكبس متنقل محطوط جوه عربية نص نقل، مسؤول عن إن أنا يروح لكل النباشين وكل أصحاب الأعمال اللي داخل صناعتهم في البلاستيك، انها تروح لغايه عندهم تاخد منهم البلاستيك. احنا قدرنا ان احنا نعمل ابلكيشن تطلب العربيه تعرف مكان العربيه عن طريق GPS. العربيه هتبقى مجهزه بالواح شمسيه بتولد كهرباء نظيفه، اقدر اشغل بيها المكبس اللي جوه العربيه. مشروع فرز المخلفات من المنبع يبدأ بفرز القمامة البلدية من المنزل في هيئة خامات إلى مصانع تدوير المخلفات لإعادة تصنيعها. المشروع عبارة عن وحدة فرز مصنوعة من الحديد والصاج، تقوم الأسرة بالفرز من المنبع والتسجيل على التطبيق. يقوم المشروع بمنع الانبعاثات الحرارية الناتجة عن تراكم المخلفات والناتجة عن استخدام المدافن. مشروعنا بعنوان دور الزراعة المتجددة في مواجهة تحديات التنوع البيولوجي هو إن إحنا نرجع لصورة من الزراعة صديقة للكائنات الحية، بحيث إن إحنا نخلي الأرض تحتفظ بكل الكائنات اللي موجودة فيها وتعمل بشكل طبيعي من غير استخدام الكيماويات. وفكرتنا إن إحنا عايزين نعمل نموذج مصغر لدراسة الائتمانات التنوع البيولوجي. الزراعة شكل من أشكال الحاجات اللي بتمتص الكربون. تاني حاجة فكرة الائتمانات التنوع البيولوجي، قطاع بيتم إن هو يعمل انبعاثات يقدر في المقابل يعمل محافظة بإن هو يعمل زراعة متجددة في منطقة أخرى، فبيساعد كمان المجتمعات المحلية. النهارده بنتكلم على فكره مشروع زراعه بدون تربه. بيتم التحكم بنظام الري والتهويه والتبريد بنظام الاوتوماتيك. الزراعه دي موجوده في على مستوى العالم، كل دول العالم بتزرع بيها دلوقتي. طبعا الهدف من المشروع توفير نسبه المياه 90% منتج امن وصحي بدون امراض، وايضا المخلفات لا تمثل 5%، وبيتم اعاده تدوير المياه الخارجة من السيستم بالأراضي المحيطة بالمزرعة. بيتم تقديم منتج بدون مبيدات، بدون أمراض، بدون أي بكتيريا. إيجي روبوتس هي شركة تكنولوجيا زراعية هدفها تصوير المزارع وتحليل البيانات بتاعة المزارع علشان نعرف الأمراض اللي موجودة في كل شجرة. استخدام روبوتس تقدر تمشي في المزرعة بشكل أوتوماتيك بدون تحكم بشري. اللي احنا بنقدمه ان احنا بنعرفك بالظبط ايه الأماكن وايه الأشجار اللي انت المفروض تتعامل معاها، سواء بالمكافحة او بالتسميد، بيقلل التسميد الغير ضروري في المزرعة بتاعتك. مشروعي الزراعة المائية بدون التربة لإنتاج النباتات الغذائية والأسماك الأكوابونيك للتكيف والحد من التغيرات المناخية. الفكرة بتاعت المشروع هو عبارة عن دمج بين الزراعة المائية بدون تربة والاستزراع السمكي. في المشروع عندي تم الدمج بين المكون الأخضر والمكون الذكي. أنا عندي المشروع بيتكون من جزئين، الأحواض السمكية فيها الأسماك بتنمو معيشة طبيعية، بينتج عنها الفضلات بتاعتها تعتبر سماد بستخدمه في النباتات للنمو وتغذيتها. في نفس الوقت أنا دخلت على السيستم ده نظام ذكي، المفروض السيستم ده أنا ربطه بأبليكيشن على الموبايل بيديلي نتيجة مباشرة
بيقيس كل ربع ساعة وبيديني فيدباك على نوعية المية. فالرقعة الخضراء بحد ذاتها بتعمل لي كفلتر من ملوثات الهواء، فبتساعد برضو إن هي تقلل من أثار التغيرات المناخي، وفي نفس الوقت إن هي بتحد منها. مشروع تدوير المياه في استزراع السمك المكثف هو مشروع الهدف منه تدوير المياه اللي موجودة في أحواض الأسماك والمحملة بالرواسب والفضلات بتاعت الأسماك عن طريق إعادة فلترتها مرة أخرى عن طريق فلاتر ميكانيكية. المشروع ليه عدة مميزات، وأهمها على الجانب البيئي إنه أولاً بيوفر المياه بنسبة 97% وبخفض الانبعاثات اللي خارجة زي أكسيد النيتروز والميثان من المزارع التقليدية. مشروع صاحبات اليد الذهبية ده مشروع تمكين السيدات اقتصادياً عشان يقدروا يتعاملوا مع التحديات اللي بتواجه مهنة تراثية زي تدوير مخلفات النخيل. المشروع مشروع من المشروعات اللي بتصنف مشروعات خضراء، لأن هو بيهدف رقم واحد إن هو تدوير مخلفات النخيل، زائد كمان إن احنا بينتجوا منتجات منزلية صديقة للبيئة. من أهم تأثيرات التغيرات المناخية على مصر وعلى المناطق الجافة من العالم هو طبعاً يعني ندرة المياه العذبة بالتحديد، وكمان التصحر وارتفاع درجات الحرارة. العائد البيئي من المشروع زي ما بقولت إن احنا بنحلي مياه وبننتج مياه شرب كافية بدون استخدام أي ملوثات وباستخدام الطاقة النظيفة، وبالتالي انتشار مثل هذه المشروعات هيقلل من الانبعاثات الكربونية، وده حق من حقوق الإنسان وأحد أهداف التنمية المستدامة 17. نور نيشن هي شركة نشأة الأول من نوعها في مصر والشرق الأوسط. إحنا بنقدم منتج مبتكر اسمه لايف بوكس، بيحقق إن هو بيولد كهرباء سواء لري الأراضي، بالإضافة لكده إن هو ممكن نقدر من خلاله إن إحنا نولد كهرباء تكفي قرية كاملة، وفي نفس الوقت نحلي مية تكفي لحد 8000 شخص. المشروع بتاعنا عبارة عن environmentally friendly ROV، مركبة أو روبوت بيمشي في المية وفي البحر. الهدف منه إنه يجمع المخلفات اللي في البحر كلها. المشروع بتاعنا كان فيه داخل فيه تكنولوجيز زي الارتفيشال انتليجنس.